بيكم على قناة ساينس اس كي، معاكم ميس سلوان خالد. لو اول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس سلوان خالد. النهاردة بإذن الله احنا مازال ما كملين في شرح الكونسبت 2. احنا خدنا المرة اللي فاتت لسن 1 و 2، النهاردة بإذن الله هناخد لسن 3، نبدأ مع بعض لسن 3. تمام، طبعا لو انت لسه جديد معانا على القناة هتلاقي تحت وصف الفيديو لينك التليجرام، بينزل عليه كل الملخصات والكتب والمراجعات وكمان الفيديوهات التوضيحية ودروس الشرح. حلو، وبرضه موجود تحت وصف الفيديو لينك صفحة الفيس عشان لو حابب تتواصل معي. تمام ماشي، تعال نشوف هنا ليسون 3 بيقول لك هنا ايه. Human use some strategies to control and conserve fresh water for their needs such as dam, building dams across rivers. تاني حاجة changing the paths of water to irrigate crops. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم اي حاجة. قال لك ايه بقى، مش احنا قلنا ان الفريش ووتر دي بنسبتها قليله خالص، كانت 3% صح ولا لا؟ قال لك انا كانسان عايز اعمل حاجتين مهمين جدا للفريش ووتر، ابدا ان انا اعمل كونزرف، ابدا ان انا احافظ عليها، بس كمان ابدا ان انا اعمل لها كنترول، انا اللي اتحكم في الميه دي. فقال لك ان انا هتحكم في الميه دي ازاي؟ اعمل حاجه اسمها بيلدينج دامز، ابدا ان انا ابني سدود. حلو تمام، دي أول حاجة. الحاجة التانية بيقول لك هنا changing the path of water to irrigate crops، هبدأ هنا أتحكم بقى في كمية المية اللي هتوصل للمحاصيل. ماشي، طب يا ميس هو الكلام ده ليه negative effect لل environment؟ قال لك أيوه طبعا. إيه ميس إيه هي ال negative effect؟ أنا مش شايف أي حاجة. لا طبعا، أنا لما أجي أبني سد، تمام، انا كده اتحكمت في كميه الميه اللي هتروح لبعض الاريا. يعني مثلا وليكن في كانت اريا عندي كان بيوصل لها مثلا 50% من الووتر. ماشي، لما انت جيت حضرتك بنيت دامز، ماشي دامز، ايه اللي حصل؟ after building الاريا دي بقى مثلا ما بقاش يوصل لها اي ميه خالص. ليه؟ لان انت دلوقتي بدات تتحكم في كميه الميه، صح؟ تمام، في نفس التوقيت وفي نفس اللحظه دلوقتي كده ايه، دلوقتي في اماكن، مش احنا قلنا الاماكن دي ما وصلتلهاش ميه، اللي كانت بتوصل لها حوالي 50% صح ولا لا؟ تمام، فبالتالي اتعرضت لايه؟ اتعرضت للدراوت كونديشن، للجفاف. حلو الكلام ده؟ تمام، في نفس الوقت وفي نفس التوقيت ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في اماكن كان بيوصل لها نسبه معينه، يعني نسبه قول مثلا 60% من الووتر، لما انا حطيتك بنيت الدامز، ماشي، ايه اللي حصل؟ نسبه الميه اللي كان بيوصل لها كترت، بقت مثلا ايه؟ بقت حوالي 90%. تمام؟ حلو، طب ما كده ده هيسبب للايه؟ فلودنج اللي هو الجفاف. تاني هعيدها تاني. قال لك ايه؟ قال لك انا كانسان انا عايزه ابدا ان انا اعمل كونزرف وابدا ان انا احافظ عليها. طب ازاي ابدا ان انا احافظ عليها وفي نفس الوقت ان انا اتحكم في الميه دي؟ قال لك سهله وبسيطه، ان انا ابدا ابني ايه؟ دامز، ابني سدود. ولما انا ابتدي ابني سدود كده انا هقدر اعمل كنترول للووتر، اتحكم فيها. طب وده هيسبب لي مشاكل؟ قال لك ايوه طبعا هيسبب لي امبالانس، مش هيكون في توازن. طب ايه هو الغير التوازن؟ ان كان في اماكن معينه كان بتتعرض لمناطق، يعني كان في مناطق بيوصل لها ميه، دلوقتي بعد ما انا بنيت السد ما بقاش يوصل لها الميه، فحصل ايه؟ دراوت كونديشن، بدأ يتعرض للجفاف. حلو تمام، وفي نفس اللحظه ان في اماكن كان بيوصل لها نسبه، يعني نسبه كويسه من الميه، بدأ لما بنى السد ايه اللي حصل؟ نسبة المية زادت، فحصل ايه؟ الفلودز اللي هو الجفاف. تمام، يبقى this human activity cause imbalance of water that leads to اللي هي الدراوت كونديشن والفلودنج كونديشن. ماشي، في كلمة مهمة جدا لازم ان احنا نبدأ نعرفها مهمة جدا، حاجة اسمها ايه؟ watershed. اسمها ايه؟ watershed. طب يعني ايه watershed؟ what's meaning of watershed؟ it is it's an area of land where water from different sources flow toward a common location, usually an ocean and sea or other large water body. يعني ايه الكلام ده؟ تمام، ركز معايا في الصورة. ادي المية اهي، نجيب مثلا لون تاني، ادي المية اهي جاية من different resources، جاية من اماكن مختلفة، من اماكن مختلفة، كلهم بيتحركوا in one direction، في اتجاه واحد. تمام، يعني المية جاية من ايه؟ جاية من different resources، من اماكن مختلفة، خلاص، بس كلهم اتجمعوا
كلهم مع بعض in one direction في اتجاه واحد، لما اتجمعوا مع بعض كونت لي حاجة اسمها الايه الووتر شيد. لما المية تبتدي ان هي تتجمع مع بعض هيبدأوا ان هم يصبوا، يعني يروحوا بعد كده للاوشن او للسي او other large part body. حلو، طيب عشان نبدأ ان انا اوضحها لك اكتر، شايف اللي هو ده اسمه الفانل. قال لك ان الووتر شيد از لايك فانل، هو بيكون شبه الفانل بالظبط، ان هو بيعمل ايه collecting all water flow towards into a stream river or lake. بتبدأ بعد كده ان اللي هو الفانل ده يبدأ ان هو يجمع الميه in the different resources من ايه من مصادر مختلفة. حلو تمام جدا. وبعد كده ايه اللي يحصل؟ كلهم يتحركوا in one direction في اتجاه واحد. حلو، لما بيتجمعوا مع بعض بيكون لي حاجة اسمها ايه ووتر شيد، بيكون لي حاجة اسمها ايه ووتر شيد. تبدأ ان المية دي اللي هي اتجمعت في الووتر شيد تبدأ ان هي تروح يا اما في اوشن يا اما في سي يا اما في ستريم يا اما في اي حاجة. خلاص، يبقى احنا دلوقتي عرفنا الووتر شيد دي معناها ايه. تمام، بيقول لك هنا ايه where there is more rainfall the level of water will increase causing floods. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك لما نسبة لما لما لو لو نسبة المية عندي زادت، ايه اللي يحصل لمنسوب المية؟ منسوب المية هيزيد، وده هيسبب لي الايه؟ هيسبب لي الفلادز. والعكس بقى، لو انا عندي نسبة المية حصل لها ليتل، يعني بدأ ان كمية المية تقل عندي، ايه اللي هيحصل؟ the level of water will decrease، هتبدأ ان منسوب المية يبدأ ان هو يقل، وده هيسبب لي الايه drought condition الجفاف. طب انا عايزة افهم امتى المية يحصل لها balance، يعني يبتدي ان هي يحصل التوازن بقى. When there is water balance river or stream will have constant source of fresh water. يحصل بالانس امتى؟ لما تكون نسبة المية عندي تكون ثابتة، يعني لما يعني ايه؟ يعني ولا يحصل floods ولا يحصل drought condition. ده بقى اسميها ايه؟ اسميها بالانس، اسميها ايه؟ بالانس. انما كل اللي فات اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هم دول imbalance، يعني ما فيش توازن. خلاص؟ تمام. بعد كده احنا فهمنا يعني ايه حاجة اسمها اللي هي سيدنا محمد اللي هي الووتر شيد، صح؟ هناخد في حاجة اسمها التيبيوتاريز. اسمها ايه؟ تيبيوتاريز. اسمها ايه؟ تيبيوتاريز. يعني ايه تيبيوتاريز؟ بص معايا في الصورة عندي هنا، شايف اللي هو السمول برانشز دي اللي هو التفرع الصغنون ده؟ حلو، التفرع الصغنون ده بسميه ايه؟ بسميه تيبيوتاريز. بسميه ايه؟ تيبيوتاريز. بيقول لك there are small water bodies such as small creeks or stream. يعني هو بيقول لك ان التبيوتارز ده بيكون شبه ايه؟ شبه السمول كريكس والستريم، يعني ان هما بيكونوا فرع كده صغنون بيكون جاي منه ميه. حلو، يبدا بعد كده ايه اللي يحصل؟ التبيوتارز ده اللي هي الفرع الصغنون اللي جاي فيه الميه يبدا ان هو يصب في بيجر ريفر، في نهر كبير، وبعد كده يبدا ان النهر الكبير ده يصب في لارجر ووتر بوديز، ماشي؟ في جسم كبير بقى، زي مثلا ايه؟ زي السي والاوشن. تاني، التبيوتاريز ده هو عبارة عن ان هو سمول برانشز، عبارة عن تفرع صغنون كده بيبقى فيه مية، حبة مية ماشيين عليه، ماشي؟ حلو، الحبة المية الصغننين دول يبتدوا ان هم يصبوا فين؟ في بيجر ريفر، في نهر كبير، وبعد كده النهر الكبير يبدأ ان هو يصب فين؟ يا اما في السي والاوشن. خلاص، يبقى احنا عرفنا يعني ايه ووتر شيد، وعرفنا يعني ايه تبيوتاريز، صح؟ تمام. في كلمتين لازم ان انت تبدأ تعرفهم، حاجة اسمها الاب ستريم وحاجة اسمها الداون ستريم. يبقى انا عندي حاجة اسمها ايه؟ upstream وحاجة اسمها downstream. شايف النقطة اللي أنا بشاور عليها دي؟ دي بقول عليها إيه؟ بقول عليها upstream. يعني إيه upstream؟ What meaning of upstream is the place where a river started. هو المكان اللي بيكون فيه بداية النهر، يبقى ده بنقول عليه إيه؟ upstream. يبقى ال downstream هي العكس، is the place where a river ends. هي دي اللي بيكون فيها يعني نهاية النهر. مثلا هنا دي اسمها ال downstream، يبقى دي اسمها ال downstream، دي اسمها ال upstream. يبقى ال upstream هي river start، ال downstream هي river ends. خلاص، ماشي. تمام، بص معايا في الصورة دي، انت ممكن تتخض من شكلها بس هي سهلة جدا. تمام، ماشي. انا عندي في الخريطة دي عندي A و B و C و D. تمام، كل دي اماكن بتعبر عن التبيوتاري اللي هي التفرع الصغنون اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده، ماشي؟ تمام، بيقول لك هنا ايه، افترض معاه يجي الانسان الوحش، هيجي يعمل حاجات وحشه بقى. ايه هي؟ if a factory is built near a tributary at the area A. ادي الاريا A، ادي الاريا A، نلون لونها تاني.
الأول الأزرق عشان بحبه. ماشي، أدي الأريا إيه، خلاص الأريا إيه. جه الإنسان الوحش في التبيوتاري دي، راح بنى إيه، بنى فاكتوري اللي هو مصنع. طب يا ده هيأثر على المكان، هيبقى ليه نيجاتيف افكت؟ ايوه طبعا، مش الفاكتوري دي بتطلع ويست برودكت؟ حلو جدا. هترمي بقى تيجي بقى الفاكتوري دي، الانسان الوحش هيجي يرمي الويست برودكت دي في الايه، في التبيوتاري. حلو، تبتدي تلاقي التبيوتاري دي الميه هتبدا ان هي تتحرك. لما ما تتحرك ايه اللي هيحصل؟ هتبدا ان هي تصب في بيجر ريفر، والميه تبدا تتحرك، تبدا ان هي تصب في الاوشن وفي السي، صح ولا لا؟ اصبح ان انا عندي الوتر حصل لها ايه، ووتر بوليوشن، الميه اتلوثت، وده هيأثر برضو على الليفنج اورجانيزم اللي بتكون عايشه في المنطقه دي، صح ولا لا؟ حلو جدا. تمام، بيقول لك هنا ايه، if a dam is built across the tributary at the area B، ادي الاريا B يا سيدي اهو، رحت انا قررت ابني دام، ابني سد، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اللي انا قلت لك عليه، هيحصل change in the amount of water، ان انا هبدأ ان انا هتحكم في كمية المية. بيقول لك هنا it changes the amount of water in other water bodies connected to this tributary. كده هيحصل مشكلة كبيرة جدا، لما انا اجي ابني سد هتحكم في كمية المية، ولما اتحكم في كمية المية ده هيأثر على باقي الاريا، ان في اماكن، ممكن يحصل لها floods ان هو فيضان، وفي اماكن ممكن يحصل لها ايه، drought condition، ممكن تتعرض للجفاف، لان انا بنيت سد، واحنا قلنا في الاول خالص ان انا السد ده بيبقى ليه نيجاتيف افكت، ليه تأثير سلبي. تمام، بعد كده بيقول لك هنا if there is farm use a chemical fertilizer near a tributary at the area C as the area C. ماشي، هنا عندي فارم، مزرعة، خلاص بدأت المزرعة دي، ماشي، مزرعة يعني نباتات، صح ولا لأ؟ تمام، بص قبل ما أبدأ أشرح، ماشي، أنا عندي مثلا وليكن آدي النبات ده، حلو جدا، ماشي؟ طيب المفروض الإنسان بيجي يعمل إيه؟ المفروض إن هو بيستخدم على النباتات اللي هي البيستسايدز والفرترايزر، اللي هي الأسمدة والمبيدات الحشرية والحاجات الكيميائية دي، المواد الكيميكالز دي، خلاص؟ تمام، هيبدأ يحطها على بلان، حلو جدا، تمام، وبعد كده هبدأ إن أنا أرويها بالمية، تمام؟ تمام، المفروض ان البلانت ده بيبقى فيه ميه زياده خارجه من البلانت ده، بيبدا ان الميه الزياده اللي بتكون خارجه من البلانت دي بتتحرك في مصرف او قناه كده، شانل كده، شانل، خلاص اصبحت الميه دي فيها حاجتين مهمين جدا، فيها الووتر وفيها المواد الكيميكالز اللي هي البيستسايدز والفلترايزر، تمام. حلو، يبقى الميه ايه عندي، الميه اتلوثت، صح ولا لا؟ حلو، هتبدا ان الميه تتحرك في التبيوتاري، وبعد كده تتحرك في الووتر شيد، وتبدا بعد كده تتحرك في الاوشن وفي السي، يبقى اصبح عندي ان الووتر حصل لها ايه، الووتر هنا حصل لها بولوشن، بدات تتلوث، وفي نفس الوقت ان الليفنج اورجانيزم ممكن فيكتور جدا من الليفنج اورجانيزم ان هي ايه، تموت، صح ولا لا؟ تمام، بعد كده بيقول لك هنا ايه، if a trash dump is established near a tributary at the area D. ادي اللي هو الاريا دي، ماشي، trash يعني مكان كده هيرموا فيه القمامة، ماشي، حلو. طب هو ده هيأثر يا ميس على التبيوتاري والووتر وكده؟ ايوه طبعا. طب ازاي يا ميس هيأثر عليه؟ تمام، ركز معايا دلوقتي، شايف اللي في الشكل اللي قدامك ده، ده الويند اللي هي الرياح، صح ولا لا؟ حلو، انا عندي الرياح ممكن ان هي إيه، لما يكون مثلا المنطقه دي تعرضت لمثلا سترونج ويند، الرياح شديده قوي، هتيجي الرياح تيجي تنقل الزباله، تنقلها من مكان لمكان، صح ولا لا؟ حلو، وتبدا القمامه دي تقع في الميه، حلو، والميه دي تتحرك، الميه دي خلي بالك الميه دي هيكون فيها ايه، هيكون فيها قمامه، صح ولا لا؟ يعني الميه دي حصل لها ايه، ووتر بولوشن، حلو كده. لما تبدا الميه تتحرك في الووتر شيد، وبعد كده في الاوشن وفي السي، يبقى اصبح عندي ان الووتر دي حصل لها ايه، ووتر بوليوشن، صح ولا لا؟ كل دي بسبب الانسان، الوحش اللي هو عمله، ماشي. يبقى احنا فهمنا يعني ايه ووتر شيد، فهمنا يعني ايه تيبيوتاري، فهمنا يعني ايه الاب ستريم وداون ستريم، تمام، وفهمنا الحالات اللي احنا كنا لسه بنشرحها، تمام. تعالى ناخد بعد كده ليسون 4. تمام، عندنا ليسون 4 بيبدأ معانا ان احنا عندنا كذا برودكت، والبرودكت دي احنا بنقدر ان احنا نستفاد منها في حياتنا. فقال لك مثلا ايه، قال لك ان التري مثلا بتبقى ليها اهميه، ان احنا بنستخدمها عشان نصنع منها البيبر اللي هي الورق،
تمام. قال لك مثلا الاويل، الاويل المقصود منه اللي هو البتروليوم والحاجات اللي زي دي، اللي هي اللي احنا كنا خدنا منها نبذه عنها السنه اللي فاتت، اللي هم كانوا يعتبروا فيول. قال لك ان احنا بنستخدمها في صناعه البلاستيك. تمام. قال لك مثلا عندك الكوتون بلانت والشيبس بنستخدمها في صناعه الكلوز. يبقى كل من حاجه، كل حاجه من دي ليها ايه، ليها بينفيتس في حياتنا، وبنقدر ان احنا نستخدمها في حياتنا، صح ولا لا؟ تمام. بس ادالك ملحوظه لازم تعرفها. قال لك ايه؟ قال لك ان البرودكت اللي حوالينا دي ما ينفعش ان احنا نستخدمها بطريقه اوفر. يعني ايه؟ يعني ما نستخدمهاش بطريقه شرسه او بشراهه. ليه؟ لان ده هيترتب عليه فيما بعد مشاكل فيما بعد، يعني مشاكل فيما بعد في حياتنا في المستقبل. تمام؟ تمام. لازم كل حاجه نستخدمها بنسبه وتناسب. يعني وليكن مثلا، وليكن احنا لما كنا بناخد الفيول السنه اللي فاتت، قلنا ان الوود ده التري بناخد منه الوود، وبناخد حاجه اسمها منها الشاركول وهكذا، صح ولا لا؟ تمام. فانت عشان تاخد الحاجات دي لازم ان انت تفضل تقطع في الاشجار، صح ولا لا؟ تعمل كاتينج في تري. طب ده هيسبب ايه؟ هيسبب بعد كده مشاكل فيما بعد، ان هيحصل للتري دي ديفورستريشن، يعني ايه، ازاله في الغابات، وهيترتب عليه كده فيما بعد ان ممكن لو في عندي مثلا ليفينج اورجانيزم عايشه مثلا في الفورست، ممكن يحصل لها ديث، او ممكن يحصل لها ميجريشن، انها تبدا ان هي تهاجر. فانت كده بوظت كده النظام اللي احنا ماشيين عليه. فلازم اي حاجه لما تيجي تستخدمها نستخدمها بكنترول وبتنظيم وبحكمه، فاهمني؟ تمام. فهو مديلك برضو اكزامبل برضو اكتر عن الكلام ده، بيقول لك resulting of over using some natural resources more quickly than they can be replaced. بيقول لك لو انا استخدمت الحاجه بطريقه يعني بطريقه اوفر، ماشي، اللي هي natural resources، قبل ما يحصل لها ايه، قبل ما يحصل لها ريبليس. فكنا انا مثلا ايه في الفيرست تيرم كنا بنتكلمين عن حاجه اسمها الاوفر فيشنج، فاكرها ولا لا؟ حلو جدا. كنت قلت لك الانسان الوحش الطماع بدل ما يصطاد مثلا سمكه ولا سمكتين، لا سمكه ولا سمكتين، لا يصطاد كميات مهوله من الفيش. طب ده هيترتب عليه ايه؟ ده هيترتب عليه مشاكل كتير قوي، ان هي مش الاسماء الفيش دي مش هتلحق ان هي تعمل ريبرودكشن، وبالتالي ده هياثر على الفود ويب، صح ولا لا؟ يبقى انا كده ما عملتش كنترول. حلو جدا. يبقى الفيش ويل ديكريز، ده هيسببها مشكله ان هي ايه، ان هي هتبدا تقل. تمام. بيقول لك ايه، on ground water of wells are used faster than they are replaced following the ground water will run out and the wells will be dry. يعني ايه؟ يعني بيقول لك هنا الانسان عشان يقدر ان هو يستفاد من الجراوند ووتر قاعد يعمل ايه، قاعد ان هو يحفر، يحفر ويعمل الابار والعيون، يحفر ويعمل، ويعمل ابار وعيون بس بكميات مهوله. خلاص ده هيترتب عليه ايه؟ ده هيترتب عليه ان الجراوند ووتر، ان الميه الجوفيه اللي موجوده اساسا اندر جراوند ذا ايرث، ايه اللي هيحصل لها؟ هيحصل لها ران اوت. يعني ايه ران اوت؟ يعني هتبدا ان هي تخلص، ماشي؟ تمام. وبالتالي الويلز اللي هي الابار دي هيحصل لها ايه؟ هتبدا ان هي يحصل لها دراي، هتتجف. تمام. عشان كده لازم ان احنا نعمل ايه؟ human can conserve natural resources in different ways such as preservation or sustainability. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم الانسان ان هو يعمل conservation او conserve natural resources، ان هو يبدأ يحافظ عليه عن طريق ايه؟ عن طريق ways، يا اما في حاجة اسمها preservation، اسمها ايه؟ preservation، او حاجة اسمها sustainability. يعني ايه كلمة preservation؟ بالمختصر المفيد ان البريزرفيشن ده هي بتبقى عباره عن محميات، يعني محميه موجوده عندنا في مصر. هو بيدي لك اكزامبل عنها حاجه اسمها راس محمد، دي موجوده ان ساوث سيناي، ماشي، وحاجه اسمها وادي الحيتان ان فيوم، دي اماكن موجوده في مصر. تمام. تمام. طب دي بيكون فيها ايه؟ دي مثلا بيكون فيها انيمالز او بيكون فيها بلانت بتبقى خلاص ان هي هتنقرض، ماشي، يعني هتختفي، ماشي. فبيبداوا ان هم يعملوا المحميه دي، ان ممنوع مثلا يبتدوا ممنوع ان هم يصطادوا مثلا الانيمالز، او يستخدموا البلانت او الحاجات دي اللي هي خلاص قربت تنقرض. تمام. فتعالوا نشوف هنا البريزرفيشن، واتس مينينج اوف بريزرفيشن. بيقول لك هنا اوف ريسورسز مين ريستراكتنج او كنترول ريتشنج اوف هيومن اوف ذيس ناتشرال ريسورسز اور يوزينج ذيم. يعني بالمختصر المفيد ان هو بتبقى طريقة بيمنع الانسان، بيقيده ان هو ما يستخدمش الناتشرال ريسورسز دي. بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها بريزرفيشن. بنقول عليها ايه؟ بريزرفيشن.
حلو جدا. امال يعني ايه sustainability؟ sustainability sustainability بيقول لك هنا using your resources in a way that does not negatively affect the future supply of these resources. يعني ايه؟ يعني بيقول لك عايز تستخدم ال natural resources، ماشي استخدمها، بس استخدمها وفي نفس الوقت ما تأثرش على باقي الجنريشن اللي هم جايين ورانا. يعني ايه؟ يعني انت هتستخدم الحاجه استخدمها، بس ما تستخدمش منها بكميات مهوله، ما تستخدمهاش بكميات مهوله ما ياثرش على باقي الاجيال اللي جايه بعدينا، فهي تيجي فما تلاقيش مثلا الناتشر ريسورسز الموجوده حوالينا. يعني معنى كده ان احنا نستخدمها باداره بتنظيم، خلاص. طب يقول لك هنا ايه يوزنج ريسورسز ان اواي، قلناها قلنا الديفينيشن تمام. فهو مدي لك ايه؟ مدي لك اكزامبل عن الكلام ده. طيب انا عندي الجراس اللي هي الحشائش، لما بتيجي يحصل لها جروث يعني بيحصل لها جروث بطريقه سلولي، يعني بتنمو ببطء شويه. فهو مدي لك اكزامبل على الكلام ده، بيقول لك هنا what would happen if the cow start eating all the grass before the new grass was even. يعني ايه اللي يحصل لو كل الكاوز دي بدأت تاكل كل الجراس، كل الحشائش، ماشي، قبل ما ايه آه قبل قبل ما قبل ما قبل ما ما يحصل لها جروس، يعني ماشي، يعني هي خلصت كل الجراس في منطقة معينة، ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك this was the disappearances of grass. ده هيترتب عليه ان الجراس دي يحصل لها ايه؟ disappearances. تمام. وايه كمان؟ and the cow will be very hungry. والكاوز دي هتفضل جعانة على طول لأن هي خلصت الأكل بتاعها. هي كده ما عملتش sustainability، هي دلوقتي خلصت كل الناتشر ريسورسز اللي ما كانت موجودة في الإيكو سيستم، ماشي، وكده أثرت على الإيه؟ أثرت على الفيوتشر، أثرت على الباقي الأنيمالز التانية. تمام، صح ولا لأ؟ تمام ماشي. بيقول لك بقى إيه الاحتمال التاني، if cows are placed in one large area of grass so the cows still have more food. يعني بيقول لك مثلا انا وديت الكاوز دي اعتمدتها مثلا على كذا مكان، بدات ان هي تروح لارج اريا، مكان كبير قوي، خلاص، وفي نفس الوقت وديتها لكذا مكان، ايه اللي يحصل؟ قال لك this cause the grass to grow back into other area. الجراس هتفضل موجوده ومش هتختفي، هتفضل موجوده لان هي ايه؟ لان هي كده عملت كنترول، خلاص. طيب قال لك ايه بقى؟ قال لك ان السستينابيليتي دي ليها فاكتورز، في فاكتورز بتأثر عليها، ماشي، زي ايه؟ زي الاوفر بوبوليشن اللي هم التعدد السكاني. لو مثلا عندي مثلا دولة بتعاني ان هي عندها سكان كتير قوي، ايه اللي هيحصل؟ هتخلص كل الناتشورال ريسورسز، صح ولا لا؟ يبقى انا كده ما عملتش كنترول، صح؟ تمام. أو unequal distribution of resources أو overuses أو pollution. يعني إيه؟ overuses أو over consumption or damage. يعني إيه؟ يعني مثلا والعكس بقى، لو أنا مثلا عندي سيدنا محمد عندي مثلا بلد فقيرة جدا، خلاص، البلد الفقيرة دي ده برضو هيأثر على sustainability، صح ولا لأ؟ والتلوث برضو. فكل دي الفاكتورز دي بتأثر على الإيه؟ بتأثر على السستينابيلتي. تمام، حلو جدا. بيقول لك هنا إيه؟ إحنا كنا خدنا السنة اللي فاتت إن الـ natural resources can be classified into two types، حاجة اسمها renewable resources such as water و plant والحاجات دي، و non renewable resources زي الإيه؟ الـ oil والـ coal، خلاص؟ تمام، بيبدأ إن هو يقول لك إيه؟ بيقول لك هنا renewable resources can be used up if people don't use them wisely. يعني ايه؟ يعني بيقول لك هنا ان احنا المفروض ان هي renewable resources دي ان احنا لما نيجي نستخدمها بحكمه او بعقل، ما نستخدمهاش بطريقه اوفر. فمدي لك اكزامبل على الكلام ده، بيقول لك when fresh water، fresh water دي تعتبر ايه؟ renewable resources. تمام. on earth is polluted it becomes undrinkable. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عندي fresh water دي حصل لها water pollution، بدأت ايه؟ بدأت ان هي يحصل لها التلوث، الميه تتلوث. حلو جدا. ده هيترتب عليه ايه؟ طبعا هيترتب عليه ان انا الميه دي احنا قلنا ان احنا بنستخدمها في الدرينك، في الشرب، صح ولا لا؟ حلو جدا. الميه دي مش هتبقى صالحه للشرب، ليه؟ لان الميه دي حصل لها بليوشن، اتلوثت. تمام. عندي برضو اكزامبل تاني، بيقول لك هنا ايه؟ cutting down too many trees، لو انا قطعت الاشجار
ماشي بطريقه اوفر بقى زي ما انا قلت لك. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجه اسمها ديفورستريشن، تمام. وبيقول لك ان الووتر اند ويند كان كراي اواي سويل كوز سويل ايروشن، وده هيسبب ان السويل هيحصل لها تقاعد. ماشي، تاني حاجه بيقول لك هنا ايه، بوليوشن فروم بيرنينج اوف نون رينيبل ريسورسز لايك كول اويل leads to soil pollution that cause the death of plant and animals. يعني ايه؟ يعني بيقول لك انا عندي مثلا اللي هي الفيول، الحاجات اللي هي زي الفيول زي الكول والاويل، عملت لها بيرننج، حرقتها. طبعا لما انا بحرقها ايه اللي بيحصل؟ بيتبقى المفروض ان هو بيتبقى لما بحرقها بيبقى فيه ويست برودكت طالعه منها. الويست برودكت دي انا هرميها في السويل، خلاص؟ ايه اللي هيحصل للسويل؟ هيحصل لها soil pollution، هتتلوث. يا زي ما اخترت، فانا كده اثرت برضو على living organism. تمام، يبقى لازم نيجي نستعمل حاجه ونستعملها بطريقه ايه، wisely، خلاص. تمام، بيقول لك هنا ايه، انا عندي هنا experiment هنعملها مع بعض. عندي المفروض ايه الماتيريال اللي احنا هنحتاجها؟ بيقول لك هنا سيزر وبلاستيك بوتل وكوتن، اللي هو الكوتن اللي هو القطن يعني، ماشي، والشاركول والساند والديرتي ووتر، ميه مش نظيفه يعني. ماشي، المفروض ان هعمل ايه؟ بص معايا في الصوره هنا، انا عندي الازازه، المفروض الازازه رحت انا قطعتها من النص وحطيت الجزء التاني جوه، شايف اللي هو الجزء التاني، ماشي. طيب، وحطيت هنا في الفوق هنا الشاركول، وحطيت ايه اللي هو من حيث اللي هو الفتحه بتاعه الازازه، الكوتن فوق الكوتن، وحطيت الساند فوق التشاركول، ورحت جبت الكوبايه اللي هي الديرتي ووتر، وبدات ان انا اصب الميه. طيب ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف مع بعض. بيقول لك في الاوبزرفيشن ذا فلتر ريموفز موست اوف ديرت فروم ديرتي ووتر، ذا فلتريت ووتر موفز داون ات ذا بوتوم اوف ذا كونتينر. يعني ايه؟ هنلاقي لما انا حطيت الديرتي ووتر ايه اللي حصل، هلاقي ان القطن ده بدا ان هو ايه ياخد اللي هو التراب، ماشي، وبدات ان الميه حصل لها فلتريت، بدات تتفلتر، فبدات ان الميه تنضف. فالميه لما نطفت راحت نزلت في الايه، في الكونتينر، في اللي هو في البوتوم بتاع الازازه، ماشي. تمام، فبيقول لك هنا ايه الكونكلوجن، نستنتج ايه بقى، ان الووتر فلتريتس ار يوزد تو ريموف هارمفول ماتيريال فروم بلوتد ووتر. ان انا ممكن ان الميه اللي مش نظيفه دي ممكن اعمل لها فلتريت، ان انا افلترها، ماشي، عشان اقدر ان انا اشيل كل البويزنز او كل الحاجات اللي هي الوحشه اللي ممكن تضرني. عارف انت زي فكره الفلتر اللي موجوده عندنا في البيت، الفلتر ده برضو الميه عشان تجي لنا ما بتجيلناش كده، لا، ده هو الميه لما بتجي لنا بيفلتر الميه، بينظفها من اي ويست، من اي برو، من اي بكتيريا، من اي فيروس، من اي حاجه وحشه، فاهمني؟ تمام، بعد كده اخر جزئيه معانا بقى، ماشي، ونشطب بقى كونسبت 2 بقى. بيقول لك هنا ايه، ويت ووتر انجينير، ماشي، دول عباره عن ايه، are special kinds of scientists and some of them work in water treatment plants which remove harmful materials from water. دول نوع من اللي هم الايه، نوع من اللي هم الساينتست، خلاص. مالهم دول؟ وظيفتهم ان هم بيعالجوا الميه، بيعملوا لها فلتريشن، هم بينضفوا الميه من اي ويست، من اي برودكت، خلاص. تمام، يبقى دول اسمهم ايه، اسمهم ويست ووتر انجينيرز. تمام، احنا كده خلصنا مع بعض كونسبت 2. لو في اي حاجه مش فاهمه اكتبها تحت في الكومنت، وانا ان شاء الله هرد عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.